مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلاتفورم الذي نسعى فيه للحاق بابرز المحتويات والقصص الاكثر تداولا على فيسبوك، تويتر، انستغرام، ويوتيوب وباقي المنصات الاخرى. بلاتفورم اختار لكم اليوم: ميليشيات حفتر تسرق البط من بيوت المهجرين، الترحيب بثوره فبراير يكتسح صفحات التواصل، رواد منصات التواصل يحتفلون بالثورة بصور متعددة. ونبدأ مع قصة بلاتفورم مشاهدينا لهذه الحلقة، حيث تداول طيف واسع من رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صورته طائرة مسيرة تابعة لقوات الوفاق، يظهر فيه عدد من مقاتلي ميليشيات حفتر وهم يطاردون سربا من البط سرقته من أحد منازل المهجرين من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس. حوادث السرقة والنهب المتكررة لممتلكات المهجرين والنازحين من قبل ميليشيات حفتر، والتي تم توثيقها عديد المرات، أثارت ردود فعل متباينة بين الغضب والصدمة، غير أن المقطع المصور لميليشيات حفتر لسرقة البط أثار موجة من السخرية، كما أطلق بعض النشطاء لقب جيش البط على ميليشيات حفتر. لنتابع. منذ دخول شهر فبراير وقبل أيام من الذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير، دشن طيف من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من هاشتاج للترحيب وأحياء ذكرى ثورة فبراير، ومنها هلا فبراير، فبراير ثورة الشعب، وثورة 17 من فبراير، وأيضا وسم فبراير باقية وتتمدد، حيث تفاعل مع هذه الهاشتاجات وغيرها عدد ضخم من مستخدمي منصات فيسبوك وتويتر كذلك. وتحل الذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير وسط استمرار عدوان حفتر وميليشياته على العاصمة طرابلس، حيث مثلت ذكرى فبراير فرصة للشعب الليبي لتجديد عهدهم مع ثورتهم وتأكيد رفضهم لعدوان حفتر على طرابلس. وحول هذا الموضوع مشاهدينا نبدأ وإياكم حول التعليقات والتغريدات، والبداية من تغريدة إبراهيم والذي كتب: 17 من فبراير ليست مجرد تاريخ، إنها ملحمة سطرناها بدماء أبنائنا الشهداء الأبطال، ثورة فقدنا فيها أعظم الرجال، لن نندم عليها ولن نتخلى عنها، وإما فوق الأرض شرفاء وإما تحت الأرض شهداء. وإلى غفران القماطي، والتي وصفت ثورة فبراير بأنها حدث تاريخي كشف حجم فشل نظام القذافي، وغردت: يربطون أي أزمة بثورة 17 من فبراير ولا يعلمون بأنها ثورة جعلت إنجازات قائدهم 42 عاما تظهر على أرض الواقع تدريجيا. قائدهم لم يهتم بالتعليم ولا بالصحة ولا بالبنية التحتية، وينظرون أو ينظرون علينا الآن بثورة 17 فبراير. وختمت هذه التغريدة بهاشتاج: فبراير ثورة الشعب، فبراير باقية وتتمدد.
أما موسى العبادي فكتب فبراير لن يفهمها إلا من شارك فيها، من عاشها ومن تفاعل معها، أما الآخرون فلن يفهموها ولن يقبلوها، وكذلك المتسلقين لن يطول تسلقكم، ستسقطون يوما ما وبإذن الله سيتحقق الحلم وسنبني دولتنا، ولا عزاء لأتباع العسكر وعبيد الكرسي والقبلية والجهوية. وختم ثورة 17 فبراير لن تدخلوها. محمد أبو زاهو غرد ثورة شعب لنصرة الحق وكسر قيد العبودية والاستبداد، ضحينا من أجلها بخيرة شباب ليبيا من كل المدن لإنهاء عهد الظلم، جاءت سلمية ولكن أعداها جعلوها حربا، والله أراد أن ينزع ملكه، هي مشيئة الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عن من يشاء، فدعوة الحق مهما حوربت فإنها منصورة. هاشتاغ فبراير. حمزة بن زاهية كتب وصفا الثورة: فبراير تعني ليبيا ولا تعني شخصا بذاته، وإنما وطنا تحكمه المؤسسات ويسوده العدل بين كل شرائحه. ثورة 17 فبراير العظيمة بدأت بالتكبير وانتهت بالتحرير، عاشت ليبيا حرة أبقية منيعة رغم أنف الأعداء والظلمة، حفظ الله ليبيا الحبيبة وشعبها الكريم، هذا ما عبرت به الحرة الطرابلسية. توفيق جريرة غرد بهذه الكلمات الثورية: كل التقدير والاحترام لثوار المنطقة الشرقية الأوفياء لثورة فبراير العظيمة، ستنجلي الغمة وستشرق فبراير من جديد وسيسقط الصنم، عاشت ليبيا حرة أبية، هاشتاغ هلا فبراير. ونختم هاشتاغ هذا الأسبوع مع خالد والذي كتب: أذكر الأحرار الشرفاء تشرف بمن لم يبخل علينا بأطرافهم وأرواحهم حتى نعيش ونحلم بدولة العدالة والحرية، افخر بمن لم تغريه المناصب ولم تدغدغه الألقاب ولم تسل لعابه الأموال، افخر بأبطال تحصدنا عليهم أمم، افخر بأشجع وأنبل وأكرم الرجال صناع تاريخ ليبيا الحديث. تعددت الصور التي عبر بها مستخدمو فيسبوك وتويتر عن إحيائهم للذكرى التاسعة لثورة فبراير، فمنهم من رأى فبراير في صورة لطفلة جميلة تتشح بعلم الاستقلال، وآخر رأى الثورة على أنها صورة لشهيد نستمطر عليه شآبيب الرحمة، وآخرون مثلت لهم صورة لميدان الشهداء وهو يكتض بالمحتفلين بذكرى الثورة، فهي تمام التعبير عن أن ثورة فبراير ثورة شعب. تعددت الصور التي اعتبر الرواد منصات التواصل على أنها قد تصف الثورة، ونبدأ مع سفيان ذرهوب الذي نشر صورة لجامع مزران الذي اكتسى بعلم الاستقلال، وصورة للمغيبة سهام سرجيوة التي لا يزال مصيرها مجهولا إلى اليوم بعد أن هاجمت ميليشيات حفتر بيتها ببنغازي وغيبتها منذ منتصف يوليو الماضي. مروان نزوك نشر صور للميادين التي تحتفل بالثورة وعلق على هذه الصورة كما نشاهد: فلينظر العالم وتعرفون من يستحق الدعم ويحظي بدعم الشعب الحر، إنها طرابلس ميدان الشهداء من زوارة إلى مصراتة. أحمد بوشعالة اختار أن ينشر صورة متداولة لفتاة تتزين بعلم الاستقلال وعلق عليها بهذه العبارات: إلى كل الأحرار كل فبراير وأنتم بخير، فبراير نبض الأحرار. عاطف السوكني نشر صورة تم تداولها بشكل واسع لصف طويل في أحد النقاط الأمنية لمداخل ميدان الشهداء، وعلق السوكني على هذه الصورة: الطابور الذي يعشقه الأحرار. صورة أخرى لاقت انتشارا واسعا وتعليقات طريفة وهي لافتة، كتب عليها أو كتب عليها: جزيرة الفرناج حلم المسماري، حيث تندر العديد على منصات التواصل على الناطق باسم ميليشيات حفتر أحمد المسماري بعد أن تحولت جزيرة الفرناج بمثابة حلم له. هذه الصورة نشرها أسامة خليفة كما نشاهد على الشاشة.
صورة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وهو يشارك المحتفلين بميدان الشهداء فرحتهم وأحيائهم لذكرى فبراير انتشرت وتم تداولها بشكل واسع هي الأخرى. واخترنا لكم تعليق عمر والذي كتب على الصورة: السراج من وسط ميدان الشهداء طرابلس وحفتر وميليشياته، حلمهم جزيرة الفرناج، هي توجع شوية لكن مية مية. وإلى رئيس مؤسسة كل يوم للأبحاث نعمان بن عثمان والذي ينشط على تويتر، نشر صورة لميدان الشهداء وأرفقها بتغريدة وجهها إلى فرنسا ومصر والإمارات والسعودية والأردن والمنافق سلامة بحسب تعبيره. طرابلس اليوم تحتفل بذكرى الثورة التي حاولتم عبثا إسقاطها. هذه طرابلس وهؤلاء الإرهابيون الذين هجرتموهم ودمرتم بيوتهم يحتفلون بذكرى ثورتهم وسط عاصمتهم وكلابكم على أسوارها بعيدا يشمون البريوش والمكياطة. وبهذه التغريدة مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. سأترككم مع أغنية عادي عادي، هذه الأغنية التي تتغنى بصد عدوان حفتر على طرابلس، وكذلك هذه الأغنية التي انتشرت بشكل واسع وكانت حاضرة وبقوة في احتفالات بالذكرى التاسعة لثورة فبراير. شكرا جزيلا لكم وكل عام وأنتم بألف خير، في أمان الله. طرابلس مدهون يموت عليها تريس، مش زيك يا ملعون جايب الفرنسيس، قسم بها البلاد بالفتنة والسوس، كملت هالولاد وجايب مركز قاروس. يا ناري يا ناري وأحلى حرق عليك، يا ناري يا ناري وطرابلس ما طلعيك، يا ناري يا ناري وأحلى حرق عليك، يا يا مهزوم لو ناوي تعسكرها، نسيت وادي الدوم ولا متفكرها، روح يا مسكين اهو جوف البركان، تبي تخش في يومين يا ولف الامريكان، الحرب تبي قوه وتبقي امكانيات، ما تبقيش الدوه وجو الحسالات. يا ناري يا ناري جبت عليك متريس البركان، هذا الشي مخليك تقصف بالطيران، أحياشك صفتوها والأطفال اقتلتوها، على الأرض والميدان معانا ما قدرتوها، يا طرابلس يا حرة اليوم ولادك يحبوك، ما هيش أول مرة بأرواحهم يفدوك.